هلا بدنا نبلش باستضافه شبابيه مثل ما عودناكم دائما. قناه وشاشه الاردن اليوم دائما داعمه لجميع المبادرات الهادفه الشبابيه، بنكون موجودين معهم في تغطيه اعلاميه وفي استضافه عبر استوديو حديث اليوم. اليوم موجوده معنا اسراء حسين وهي من فريق امل بعد الم. امل بعد الم هي مبادره شبابيه تطوعيه، شعارها يعني بدل على الخير، بخلق موجة من الخير لما لا نهاية. رسالتهم رسالة إنسانية جدا جميلة، هدفها تحقيق أحلام الأطفال المرضى بمرض الكانسر. قدروا أنهم يحققوا أحلام أطفال من خلال وحدة أو برنامج موجود في مركز الحسين للسرطان اسمه برنامج تحقيق الأحلام، هو أصلا مطروح داخل مركز حسين للسرطان، لكن هم بلشوا بفكرة جدا يعني ريادية متميزة أنهم يطلعوا هاي البرنامج لخارج المركز لحتى انهم يتوسعوا اكثر في مجال تحقيق احلام مرضى السرطان. اسراء حسين، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. امل بعد الم اسم جدا جميل، يعني بتحسي انه في معنى عميق في الاسم. احكي لنا اكثر عن مبادرتكم وبالذات متى بلشت، وهل انتم هلا الان مستمرين، عدد النشاطات، يعني نبلش فيها متى بلشتوا وكم نشاط بلشتوا فيها. اول شيء صباح الخير. يا هلا فيك. اول الحمله بلشت او انطلاقه الفريق بلشت بال 2015 شهر 12. كانت أول حملة لنا كانت لأيتام، استقطبنا متطوعين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. أول حملة كنا تقريبا بس 15 متطوع. حلو. قدرنا ننجز، طبعا مو هالإنجاز الكتير، بس يعني أنه كأول حملة قدرنا ننجز مع هالأطفال، قدرنا نترك عندهم طابع وأثر الحمد لله رب العالمين. لنا سنة ونص تقريبا مستمرين على هذا الطريق، وإن شاء الله لسه رح نستمر كمان وكمان. برافو. هدفنا إنه نترك أثر كتير حلو وطابع كتير مميز عند كل إنسان بنصادفه بحياتنا أو بطريقنا للخير. برافو. إحنا حاليا طلعنا ب 15 حملة. هو أكيد عدد لا يذكر بالنسبة لسنة ونص، بس هدفنا مو الكم، إنجاز. هدفنا الإنجاز. جميل. هدفنا الأثر اللي نتركه، هدفنا إيش إحنا عملنا بكل حملة. حلو. طيب إسراء، حكينا أكثر عن اللي هو البرنامج اللي موجود، اللي هو تحقيق الأحلام اللي موجود في مركز الحسين للسرطان. هلا هو البرنامج موجود أصلاً جوا المركز، داخل المركز، بس لما طلعنا عليه بشكل موسع إنه إحنا بنقدر نعمل، ليش ما نعمل؟ صح. فتوجهنا للأطفال، توجهنا لعائلاتهم، وطبعا بوجه شكر لمركز الحسين لأنه أكيد ما قصر معنا وساعدنا دائما. مركز الحسين توجهنا للأطفال وأهليهم وشفنا إيش الأشياء اللي الأطفال نفسهم يعملوها من جواتهم. حلو. أنت إيش حابب تكون؟ أنت لوين حابب توصل؟ طبعا إحنا كلنا بنعرف أنه مرضى السرطان يعني حتى المرض مو عائق لهم، طبعا احنا لازم نكون جنبهم لانهم يعني نحكي هو تحدي بيواجههم بالضبط، فاحنا لازم نشجعهم على هذا التحدي طبعا ونكون معهم على نفس الطريق. حلو. طيب اسراء، يعني كيف بتشوفي اثر المبادره على نفس المرضى؟ بترك اثر كثير حلو، خاصه انه لما انت بنبسطوا، يعني بتحسي بالسعاده اللي موجوده فيهم لما انت بتفوتي عليه ويعني بينبسط انه في ناس بتحس فيه، انه حتى لو كان طفل صغير. احنا بنقول الاطفال يمكن ما بتعرف شو يعني مرض، لا بس الطفل فعليا هو بيعرف مرض اكثر مني ومنك واكثر من اي حدا تاني. صحيح. فلما انت بتدخلي عليه بتحسي ابتسامته غير، بقول لك ها الناس حاسه فيا، الناس عم بتحارب معي، بتخوض الاشي، يعني بتعيش الاشي اللي انا عايشه، بتخوض المعركه يعني بالضبط بيخوضوها، فانه بتترك اثر كثير حلو عندهم. حلو. ونفسيتهم بتتغير. وأنا بشجع أي حدا أنه ما يوقف عن زيارتهم، ما يبخل عليهم ولا بأي شيء يقدر عليه. أكيد. يعني إسراء، منشوف بالوضع الحالي مبادرات شبابية يعني جميلة وكثيرة، دائما يعني شبابنا الأردني فاعل، بحب يكون له بصمة وتأثيره في مجتمعه، العديد من المبادرات بتتعلق خصوصا في مركز الحسين للسرطان. مبادرتكم فيها شيء مميز اللي هو دخلتوا في محور اللي هي نحكي البرنامج تحقيق الأحلام
الأحلام، احكونا عن أبرز الأحلام اللي حققتوها لمرضى السرطان. أبرز الأحلام اللي حققناها واللي هي كانت أول تجربة معهم، أطفال كانوا حابين يكونوا أو يخوضوا تجربة الإعلامي أو المذيع. كانت هذا الإشي طالع من جواهم، فبتحسي إنه لما خاض هاي التجربة كانت كتير فرحة إلهم، كانوا مبسطة. كتير مبسوطين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني إن شاء الله تكون عجبتهم التجربة. إن شاء الله. طيب إسراء، يعني هيك جهد، هيك تعب، هيك خليني أحكي التعب الجميل، خليني أحكي بحاجة لدعم. أنتوا يعني فريق متكامل، عم تكون نشاطاتكم واسعة شاملة مختلفة عن باقي نحكي المبادرات الموجودة. في جهات بتدعمكم في مبادرتكم؟ شوفي، إحنا فريق مو تابع لأي فئة ومش مدعوم. حلو. إحنا تقريبا حاليا 40، من 40 ل 45 متطوع. احنا بندعم الفريق بنفسنا. حلو. هلا احنا ما بنرفض انه يكون في دعم، ويا ريت يكون هذا الدعم موجود. اذا مش مادي يكون معنوي. حلو. لانه الدعم المعنوي كثير، يعني خاصه هذا المجال كثير بحتاج الدعم المعنوي. صحيح. واحنا بالنهايه انسان، كل انسان فينا جواته فطره الخير. صحيح. فليش ما استغل هاي الفطره؟ وطبعا العمر، يعني شو ما كان عمرك، شو ما كان موقعك، شو ما كانت فئتك، توجه لعمل الخير. صحيح. لانه ما في شيء بيعيق هذا الشيء. لو اخذ شوي الخير يعود على الانسان في يوم ما. بالضبط. وفي كمان يعني انه الخير ما بوقف على حدا او ما بوقف بطريق حدا. في إلنا متطوع، او بدك تقولي من اللي ساهموا بتاسيس هذا الفريق. حلو. طبعا انا بوجه له تحيه كثير كبيره. اسمه قيس الدربيع. اكيد احنا بنوجه له تحيه لقيس. قيس طبعا كان من اللي ساعدوني بتاسيس الفريق من بدايته. برافو. واجته فرصه عمل للبحرين. فبعد ما انتقل للبحرين ما وقف، لحد الان مستمر معنا ومتابع. حلو. الفريق. فيعني هاي لفت كثير، يعني بحب اوجهها لكثير ناس انه ما تخلي اي شيء يوقف طريقك لعمل الخير. صحيح. مزبوط. طيب اسراء، يعني هلا رمضان على الابواب، الله يجيبه على خير يا رب. يعني اكيد الاطفال بحاجه كمان انه يعني طبعا المبادرات تكون تتكثف اكثر برمضان. بنصير نحس انه الحمد لله فعليا مثل ما قلتي الخير يعني بالفطره موجود بالانسان، وبرمضان بنصير نشوفه بكثره. شو مخططاتكم ومشاريعكم لرمضان؟ هلا رمضان يعني بيكون الجهد كتير مضاعف. بتلاقي الناس كتير هيك بتتحرص انها تعمل اي شيء برمضان. فاكثر شيء احنا بنحب نقضيه مع المسنين والايتام. لانه بتحسي انه بعوضهم. ضمن مبادره امل بعد قلب. طبعا. لانه بتحسي انه بعوضهم. طبعا غير الجانب الاسر العفيفه اللي طرود الخير وغيرها من الاشياء الثانيه. فبس انه أكثر والأحلى أنه تحاول تغطي مثلا عند المسنين، ما في حدا بيزورهم. يعني في مبادرات نحكي، بس بتكون مبادرات مرات بتكون غير مستمرة، مش بالطريقة يعني ممكن اللي بتكون زيارة واحدة. بتكون ممكن زيارة واحدة. صحيح. بالزبط. لكن يعني أكيد ما نقدر ننكر مجهودهم يعني. أكيد طبعا. هلا هم كتير كتير، يعني كتير المسنين بيكونوا بحاجة حدا يدخل عليهم، لأنه كتير نسيتهم. طبعا يعني لفتة بتكون جميلة. أكيد. طيب يعني إسراء، هلا أمل بعد ألم ممكن بيوم من الأيام إنها تصير جمعية خيرية نحكي؟ أكيد طبعاً. وهاي واحدة من أهدافنا إنه إحنا نستمر ونعطي وننجز لحتى نوصل للهدف الأكبر اللي هو تأسيس جمعية باسم الفريق وبمجهود أعضاء الفريق. برافو. يعني احنا بنشكرك على ونشكر فريقكم كامل، يعني امل بعد الم، على هاي اللفته جدا جميله والمبادره اللطيفه. دائما يعني احلى سؤال ممكن تسالي لحدا انه كيف ممكن احقق لك حلمك. يعني احلى سؤال للانسان نحكي اللي مش مريض، ما يعني ما عنده مشكله، بس انه تسالي كيف حقق حلمك. انت هيك بتعطيه سعاده لعشرين سنه لقدام. فكيف لما يكون يعني شخص مريض بالسرطان، الله يعافيهم يا رب ويكون معهم، بتسالي احقق حلمك؟ فهي فعليا مبادرة جميلة بداية من مركز الحسين للسرطان، جهودهم مثمنة ونشكرهم دائما على دعمهم الدائم لجميع المرضى وإنسانيتهم في التعامل، وأيضا تعاونهم مع المبادرات الشبابية. هي كمان لفتة جدا جميلة إنه عم نتعاون، عم يصير تعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات سواء الخاصة أو العامة، حتى في سبيل اللي هي المصلحة العامة خلينا نحكي. ويضل دائما أردننا مثل ما احنا بنحكي شبابنا مزدهر فيه، وإحنا كمان بنزدهر في بلدنا الحلو. إسراء يعطيكم العافية وشكرا لك على وجودك معنا.